السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن خارج الوطن، كي درتو؟ لاباس لاباس عليكم. دابا جيتكم بواحد الوصفه مزيانه وفعاله. واحد جارتي كان ولدها مريض بجرثومه المعده، حتى كانت غادي له التيو ديال المعده، وحتى اللي قالت لها واحد المراه كاينه واحد الدواء، واخا الدواء ربي حنا غير سبان، ها واحد الدواء درتو وبريت انا من جرثومه المعده وراتها لولدها، دارها قسما بالله. الا قالت لي غير حطيها في القناه ديالك، الا حلفتي عليها تحلفي عليها الصفه، راني درتها لولدي وبرا، وبغيت هاي المتتبعات ديالي. شحال وحده كتهضر معايا خالتي جرثومه المعده، ضرتنا بزاف اللي كليناه حتى تحرقنا. وبغيت دابا نشارك معكم هذه الوصفه هذه، وكل شيء راه كاين عندنا، اللهم لك الحمد ربي اللي تيشافي. عندنا هنا الجبح ديال النحله، هو شتي هو باقي بالعسل ديالو، هذا الجبح ديال النحل. عندنا المسكه الحره، ها هي المسكه الحره. هذا الشيء غادي نطحن هذا سميتو هذا الجبح هذا ديال النحل، وغنوريكم الطريقه ديالو. غادي نديرو هنايا هاك وغادي نطحنو هنا، وهاد المسكه الحره حتى هي غادي ندكوها هي في المهراز، غادي ندكها في المهراز باش نوريكم. هاد شوفو هانتوما الجبح باقي بالعسل ديالو، هاك راه فيه العسل. ها هذا دابا مزيان المعده، وبغيتكم ديروها المتتبعات ديالي، راه اي حاجه ما كتكونش غاليه عليكم نتوما، كلشي راه مزيان. هانتوما ها هو دابا فين تعطى ليا المتتبعات ديالي، اي حاجه ما كتغلاليش عليكم، اي حاجه سمعتها فيها الدواء نشركها معكم باش نتوما تبقاو تبارطاجيوها للناس اللي مريض بهاد جرثومه المعده، حتى هما يبراو، وما عندنا غير الاجر مع ربي. هادشي اللي كاين المتتبعات ديالي. دابا انا حطيت هنا الجبح ديال النحل، هنا غادي ندوز ندق المسكه الحره هنايا، نديرها في المهراز وغادي ندكها باش نشركها معكم. نتوما ديروا القدر اللي بغيتو، انا غير بغيت نوريكم الطريقه اللي غادي ديروا. بسم الله، وهادي غادي ندوز نطحنها. غادي نصبر هكا حتى ندوب ونوريها لكم فاش نحطها هكا على الجبن. طحنتها، غادي نديروها هنايا. ها انا درتها هنايا مع هاد الجبح هذا. والمسكه الحره ملي تبغيو تشريوها غادي تديروها في سنانكم تبركو عليها، لقيتوها رطبه هذيك هي المسكه الحره، لقيتوها قاصحه بحال شكل اللبان ما تشريوهاش، هي هذيك راه ماشي مسكه حره. بسم الله، انا غير وريت لكم القدر وما نتوما ديروا اللي غادي يكفيكم. ها هي فين طحناها، ها هي راه بالعسل ديالها نيت، هي فيها نيت العسل، ديك الجبحه مريت بالعسل. بغيتي تزيدوا لها العسل من عندكم، الا كانوا شي خطره كيبيعوه دوك مالين اللي كيبيعوه داك الجبح تيبيعوه ناشف. انا هذا جابوا لي بالعسل ديالو، هذا اللي جابوا لي انا بالعسل ديالو باش جابوا لي انا، ها هو. وبغيتكم ها المتتبعات ديالي تتبعوا هذه ديال جرثومات المعده، قسما بالله الا المراه الا برات بها بغيتي تزيدوا العسل زيدوه. دابا انا غادي نزيد لها شويه العسل غير شويه، كنخلطوا هذا الشيء مزيان. وشتي هذا الجبح هذا ديال العسل، راه اش غادي نقول لكم، راه دواء من عند الله. هاد الوصفه هذه ها نعطيكم السر، المراه اللي حامله ما ديرهاش، اللي كترضع غير ديرها، واخا اللي عنده تا السكر ولا اللي عنده الطانسيو غير ديروها. هذه دابا ان شاء الله واش وريت لكم الطريقه هذه، غديروها قبل الفطور وتجلسوا تقريبا نص ساعه تفطروا، هذه خصكم ديروها حتى الفطار ان شاء الله باش يخرج رمضان عاد ديروها. في رمضان اللي بغيتي دابا في رمضان واش غادي تجلس نص ساعه، هي تيخصها نص ساعه هي تخدم في المعده. اذا مور رمضان. ايه من مور رمضان، هذه من مور رمضان ان شاء الله ديروها، وغادي تهزوا معلقه بحال هكايا غادي تاكلوها تما فمكم، غديروها فمكم وكلوها وجلسوا نص ساعه عاد فطروا. وبغيتكم تبعوها، راه الا بقات فيكم شي جرثومه المعده ها النمره ديالو صوني عليا. هاد المراه هادي قلداتني قالت لي ديريها في القناه راه ولدي ولا برا، قلت لها الناس كيعيطوا عليا تيقول لك جرثومه المعده راه ما بريناش، قالت لي هادي اللي لقيت ما درتلهاش ما درتلوش تيو ولا ولدي برا. وكل واحد الله يعطي شي، الله يجعل الله تعالى يشافي اللي مريض، وبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش الناس يستافدوا، عندكم الاجر مع ربي. هذا ما كان وما الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى، وبصحه فطوركم وبسلامه عليكم المتتبعات ديالي.